كرة اتحادية موديست مبابي، لكن تدخل نواف العابد، يدخل ويتقدم أحمد عسيري معاه، نواف نواف يتقدم، نواف ويأتي به، من ساندرو عالية وخروج غير موفق والتعادل، جول الاتحاد، راسية جاءت أمام عبد الله السليري خلصها وجاءت تماما للغير مراقب اللي يسجل في المرمى، هدف التعادل في الدقيقة 30، في الدقيقة 30 للاتحاد، هدف جاء من ركلة ركنية ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء، في منتصف منطقة الجزاء تماما، جاءت الكرة أمام عبد الله السديري اللي صدها أيضا من راسية اتحادية، ومن ثم تأتي المتابعة للاتحاد، هذه الكرة متابعة والمتابعة أمام المرمى، سعود سعود كريري، جاءت الرأسية الأولى من إبراهيم هزازي طويلة في الأمام إلى مبابي، مبابي يحاول المرور يتقدم موديست مبابي، عرضية فهد المولد في المرمى، هدف ثاني للاتحاد، فهد المولد في الدقيقة 9، عرضية مبابي تنجح، تمريرة إبراهيم هزازي تنجح وسط الضغط الهلالي، يتقدم إبراهيم هزازي بكرة في الأمام لموديست مبابي، كلمة السر في الوسط الاتحاد اليوم وفي الناحية اليمنى، ويمرر كرة عرضية وسط أيضا متابعة ضعيفة لدفاع الهلال، سواء اللاعب أوزايا دي باولا وقبلها طبعا كان ماجد المرشدي، والكرة من فهد المولد اللي نجح في دوره كمهاجم وحيد في الاتحاد في هذه المباراة ويسجل. ياسر القحطاني كقائد الفريق كان متواجد مع سالم الدوسري وأيضا في إعلامه بطريقة لعب الكرة ملعوبة، نواف الله، هدف تعادل جميل، هدف تعادل جميل للهلال، ونواف العابد يسجل ثنائية هلالية في زمن شوط المباراة الثاني، نواف العابد في الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الثاني يأتي بكرة جميلة كانت من ركلة حرة مباشرة، سالم الدوسري نفذها بعيدة عن ويسلي لوبيز، بعيدة عن ياسر القحطاني، ولكن متفقين عليها ملعوبة، نواف قادم من هناك يسجل هدف جميل، هدف تعادل جميل، كرة على الطائر، نواف جاب هدف أول رائع، ونواف يسجل هدف ثاني رائع، وتعود النتيجة للتعادل، أحمد الفريدي إلى خارج أرض الملعب، ودخول نايف هزازي، ودخول نايف هزازي، تبديل أول وهنا من نواف العابد أيضا تأتي هذه الحركة الأكروباتية. ركلة حرة مباشرة لصالح الهلال، نواف العابد كرة باتجاه المرمى، خلص من موديست مبابي، حاول معها سلمان الفرج، جوستافو بوليفار أمامية، عبد الله الزوري، الزوري والكرة في المرمى، هدف ثالث، هدف ثالث للهلال، عبد الله الزوري يدخل عندما يتقدم، هو بالفعل صاحب خطورة، وهدف ثالث في الدقيقة 20، هدف ثالث للهلال في الدقيقة 20، مع التغيير، مع التغيير بالنسبة للهلال، هنا عبد الله الزوري ينجح في التقدم خلف مدافعي الاتحاد من الناحية اليسرى ويضع كرة رائعة رائعة
الله وضعها باتجاه المرمى مباشرة من زاوية ضيقة وزاوية صعبة تماما على الحارس فواز القري، وهدف ثالث للهلال، هدف ثالث للهلال، وخمس أهداف في الكلاسيكو، خمس أهداف تولع الكلاسيكو، خمس أهداف تجعل من شوط ثاني في هذا اللقاء شوط للمتعة والإثارة. وشوط الضغط الآن من نواف العابد، مقطوع الكرة، سالم الدوسري، سالم يتقدم، خطأ لصالح الهلال، ملعوبة ياسر، ياسر، الله 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 يا السور، الله ياسر، الله يا ياسر، في الدقيقة 23 هدف، هدف مرسوم رسم، هدف جميل، وياسر يعود للتسجيل في الكلاسيكو، ياسر يعود للتسجيل في الكلاسيكو بعد ما غير اللوك، بعد ما حلق على الزيرو، جاب هدف رابع في الاتحاد، هدف بالعقل، هدف لاعب خبير وكبير، هدف جاء بعد غلطة خبير آخر في الاتحاد، وفواز القري يتفرج عليها، هذه كرة سالم الدوسري، وهذا ياسر اللي لف لف ودار ولعب كرة ساقطة تماما جميلة، بعد أن سجل في موسم 2009-2010 في مرمى الاتحاد يسجل هنا هدف ياسر القحطاني ويعود للتسجيل في مرمى الاتحاد بعد سنتين ويعود